المرأة المصرية كانت حاضرة وبقوة في اهتمامات الرئيس، كيف انعكس هذا الاهتمام من وجهة نظرك على مشاركتها مجتمعيا؟ نتذكر جميعا انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد بالمرأة المصرية في اكثر من مجال. المرأة كانت حاضرة بقوة في من اول مظاهرات 30 يونيو الثلاث ايام لحد ما طلع بيان 3 يونيو، مرورا بان هي خرجت ان هي قدمت اولادها وازواجها واهاليها فداء للوطن وتحملت بصبر وشجاعه هذه يعني الظروف الصعبه، ثم الانتخابات المختلفه، انتخابات الرئاسه، الدستور، انتخابات النيابيه، المراه كانت ربما الاكثر حضورا في هذه الاحداث المهمه، والنتيجه كانت ان الرئيس وغالبيه المسؤولين كانوا بيمدحوا هذا الدور المهم جدا للمراه المصريه. وانا اظن ان هي حصلت على مكاسب كثيره جدا في الفتره الماضيه على اكثر من صعيد، وشفنا كمان ايضا الدوله كافئت المراه المصريه بانه من اول عدد الوزيرات الكبير في الوزاره مرورا بالعديد من المناصب اللي اقتحمتها المراه وصارت علامه بارزه فيه، واظن ده منعكس شايفينه في الشارع. لكن طبعا تظل برضو احد التحديات الاساسيه هو انه الشارع المصري نفسه يعني يكون اكثر ثقه بالمراه، ان يتعامل مع المراه بما تستحقه من احترام وتقدير، ان تختفي بعض المظاهر السلبيه الموجوده في الشارع المصري فيما يتعلق بالنظره الى المراه.